بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا رسول الله ومن والاه. اللهم اجعل هذه المجالس خالصة لوجهك الكريم، اللهم اجعلها في ميزان حسناتنا جميعا يوم نلقاك، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وما زال حديثنا موصولا مع سورة سبأ، تلك السورة الزاخرة بالأدلة على وحدانية الله عز وجل، والزاخرة بالأدلة المتنوعة، أدلة متعددة متنوعة كلها تدل على وحدانية الله عز وجل، وتدل على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يبلغه عن رب. وتحدثنا في الحلقة السابقة عن تفسير قوله عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة. وقلنا كلمة مثقال ليس لها حدود معينة، وإنما تطلق على أقل القليل، أقل إيه؟ القليل. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. ومش الذرة ده، مثقال من الذرة يعني جزء ايه؟ طب اذا كانت الذرة في دقتها لا يعلمها الا الله، في دقتها وفي، فما بالك لما يكون قطعة منها، قطعة منها. فهنا لا يملكون مثقال ذرة يعني لا يملكون شيئا من ملك الله سبحانه وتعالى. لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك، يعني لا يوجد شريك مع الله في إيه؟ في ملكه. وما له منهم من ظهير، يعني لا يوجد من ينصر المشركين من عذاب الله عز وجل. ولا تنفع الشفاعة عنده، يعني لا تنفع الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى إلا لمن أذن الله عز وجل بالشفاعة له. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، فيما يتعلق بعلم الغيب الله عز وجل قد يوحي على لرسله عليهم الصلاة والسلام بأشياء، هذه الأشياء تدل على صدقهم، المعجزات التي أيد الله بها رسله عليهم الصلاة والسلام. حتى إذا فزع عن قلوبهم، يعني حتى إذا انكشف الغطاء، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا، اللي هم الناس جميعا، وقالوا للملائكة ماذا قال ربكم في شأننا. أدي معنى ماذا قال ربكم، يعني ماذا قال ربكم في شأننا. قالوا الحق، أي قال الملائكة الله سبحانه وتعالى قد حكم بحكمه إيه؟ العادل. قالوا الحق وهو العلي الكبير. يأتي بعد ذلك تلقين آخر، فعل أمر للمرة الثانية: كما أمرناك يا محمد أن تقول للمشركين نادوا شركاءكم لكي يدفعوا عنكم فلم يستجيبوا إيه لكم. قل لهم أيضا، الآيات ست آيات أمامنا، نجد خمس آيات من الستة تبدأ بقوله تعالى إيه؟ قل.
قل وكلها ما دمت قد سمعت لفظ قل، يبقى معنى ذلك أن الله عز وجل يلقن نبيه صلى الله عليه وسلم الحجج التي تدل على وحدانية الله عز وجل وعلى صدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يبلغه عن إيه؟ الرب. فكان الفعل الأمر الأولاني يا محمد قل للناس أن هذه الآلهة التي تعبدونها من دونه لا تملك شيئا، لا تملك شيئا. الأمر الثاني وقل لهم أيها الرسول الكريم ثانيا من يرزقكم من السماوات والأرض. من هنا حرف إيه يا أخوانا؟ مع أداة استفهام مش كده برضه؟ من يرزقكم؟ هل هناك إله آخر سوى الله؟ لا، وإنما الرازق هو الله سبحانه وتعالى. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. يبقى الأمر الثاني للرسول صلى الله عليه وسلم بقول قل لهم أيها الرسول الكريم للمرة الثانية على سبيل إيه؟ المرة الثانية على سبيل إيه؟ قال لك على سبيل التنبيه والتذكير. إذا كان الناس لم يتذكروا للمرة الأولى فذكرهم للمرة إيه؟ الثانية. ذكرهم للمرة الثانية. ثم أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يسأل هؤلاء المشركين للمرة الثانية على سبيل التنبيه والتوبيخ. قل لهم أيها الرسول الكريم من يملك أن يرزقكم من السماء ومن الأرض. قل من يرزقكم من السماوات والأرض، أي قل لهم أيها الرسول الكريم من الذي يرزقكم من السماء بإيه يا أخوانا؟ بالأمطار. ومن يرزقكم بالنبات من إيه؟ من الأرض. ولذلك قلنا في المعنى قل أيها الرسول الكريم لهؤلاء المشركين من الذي يرزقكم من السماء بإيه؟ بالمطر وغيره. ومن الذي يرزقكم من الأرض بالنباتات وبالمعادن وبغير ذلك من الكنوز الموجودة في باطن إيه؟ الأرض. قل لهم من يرزقكم من السماوات والأرض. إذا سكتوا فقل لهم الله وحده هو إيه؟ الرازق. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقوله تعالى قل الله جواب على هذا السؤال. أين السؤال يا أخوانا؟ من أداة سؤال إيه؟ أداة استفهام. من الذي فتح هذا الباب؟ هتقول لي فلان. من الذي شرح لك الدرس؟ هتقول فلان. هنا من يرزقكم من السماوات والأرض؟ قل لهم أيها الرسول الكريم الرازق هو الله عز وجل. قل الله جواب على هذا السؤال، وهو جواب لا يملكون إلا الاعتراف إيه به. طب إيه الدليل على أنهم لا يملكون إلا الاعتراف به يا جماعة؟ إيه الدليل؟ أنك تجد في الآية في آيات أخرى أنهم اعترفوا بأن الله عز وجل هو الذي أوجدهم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن إيه؟ الله. مش كده؟ طب إذا اعترفوا بمن خلقهم هيعترفوا بأن من رزقهم من أيضا؟
الله عز وجل. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض قل إيه؟ قل الله. فهم اعترفوا بأن الله هو الذي أوجدهم، واعترفوا بأن الله عز وجل هو الذي أوجد هذا الكون. طيب إذا كان هذا الاعتراف، فلماذا عبدوا غير الله؟ قال لك الجواب: لأنهم قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة، يعني على دين، وإنا على آثارهم مقتدون. التقليد الأعمى. قل الله، أي قل لهم منبها ولافتا أنظارهم إلى ما هم فيه من جهل: الله وحده هو الذي يرزقنا من السماوات بالأمطار، ومن الأرض بالنباتات، ومن المعادن، ومن غير ذلك من وجوه الرزق التي لا نستطيع أن نعيش إلا من إيه؟ من هذه الأرزاق التي أعطاها الله سبحانه وتعالى لنا. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قل الله، ثم تأتي الجملة الكريمة: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. طيب أنتم طلبة علم، ما علاقة وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين بقوله تعالى قبل ذلك: قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله؟ إذن هم قل لهم الله هو الخالق وهو الرازق، هم لن يستطيعوا أن يقولوا لا، لأنهم اعترفوا قبل ذلك وقالوا أن الله عز وجل هو الذي إيه؟ أوجدنا. يبقى ما معنى جملة وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه الذين آمنوا به كانوا يستوون مع المشركين في الهدى أو الضلال؟ لا، المعروف أن الرسول وأتباعه على الهدى، وأن المشركين هم اللي على إيه؟ الضلال. فلما قال الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين؟ فقال لك ده تعليم للدعاء، تعليم للدعاء مثلكم. أنت أعطاك الله علما وأخذت تبصر الناس وتهديهم وتبين لهم، فتبين لهم بأسلوب التواضع، بأسلوب إيه؟ التواضع والأدب. ما تيجيش تقول له أنت كذا أنت كذا أنت لا، أراد الله عز وجل أن يعلم نبيه في شخص الأمة بأكملها، في شخص المسلمين جميعا، يعلمهم التواضع والأدب في الدعوة إلى الله. ولذلك قال العلماء في معنى هذه الآية الكريمة: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. هذه الجملة الكريمة داخلة في حيز الأمر، يعني وقل لهم، وقل لهم نحن وأنتم إما على الهدى وإما على إيه؟ الضلال، ولكن بأسلوب فيه ما فيه من الحكمة والتلطف، ومن حمل المخاطب على التفكر والتأثر حتى يعود إلى الرشد وإيه؟ والصواب. ويبقى معنى الجملة الكريمة إيه؟ وقل لهم أيها الرسول الكريم لقد علمتم يا معشر المشركين أن المستحق للعبادة هو من؟ والله عز وجل. وده محل اتفاق ولا مش محل اتفاق؟ محل اتفاق، لأنه هو الذي خلقكم ورزقكم من السماوات والأرض. وإن أحدنا، يعني فريق المؤمنين وفريق إيه؟ المشركين،
وإن أحدنا لا بد أن يكون على الهدى والآخر على مين؟ على الضلال. مش كده برضه؟ لابد، لأن نحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهم لا يعترفون بذلك. نحن نقول بوحدانية الله وهم يقولون مثلا عزير ابن الله أو المسيح ابن الله. وإن أحدنا لابد أن يكون على الهدى والآخر على الضلال، وسنترك تحديد من هو المهتدي ومن هو الضال لعقولكم وضمائركم. انظر إلى الأدب في الخطاب وفي الدعوة إلى الله، كأنك أنت كطالب علم ومسلم التقيت بآخر طالب علم وملحد لا يعترف بوحدانية الله، فتقول له خذ الكتاب هكذا، أنا أؤمن بما في هذا إيه الكتاب من هدايات اللي هو القرآن. طيب أرني كتابا مثل هذا الكتاب يهدي إلى إيه؟ إلى الخير. أرني، يبقى بتتحدى، لكن بأسلوب إيه يا أخوانا؟ لطيف، فيه تواضع. وإنا أو إياكم لعلى إيه؟ هدى أو في ضلال مبين. فخذ هذا الكتاب وخذ هذا العلم وتفكر وتدبر، وستجد بأن الحق مع من قال بوحدانية الله وبصدق الرسل عليهم الصلاة والسلام. ولذلك قلنا وستعلمون علم اليقين أيها المشركون بعد التفكر والتدبر أننا نحن المسلمين على الحق وأنتم يا معشر المشركين على إيه؟ الباطل، لأننا أخلصنا عبادتنا لله وأنتم أيها المشركون أشركتم مع الله في العبادة آلهة أخرى. فالجملة الكريمة وهي قوله تعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين هي لون من ألوان الدعوة إلى الله، ولكن بأسلوب إيه؟ مهذب، بأسلوب مهذب، بأسلوب حكيم. من شأنه أن يجعل القلوب النافرة، أن يجعل القلوب النافرة عن الحق إلى الاستسلام له والدخول فيه. فهذا تعليم من الله عز وجل للمؤمنين في كل زمان وفي كل مكان بأن يعودوا أنفسهم على الكلمة الطيبة، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. الآية التي في سورة الشورى، واشتملت على 10 حكم، 10 جمل، كل جملة فيها من الحكم. فلذلك فدع للحق، فدع أيها الرسول، فلذلك واستقم كما أمر ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم. الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا، لا جدل بيننا، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع إيه بيننا وإليه المصير. 10 جمل، كل جملة فيها من الهدايات ما فيها. هنا كذلك وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. فكأن الناصح يقول لهم، الناصح المسلم يقول لغير المسلم هذا هو حجتنا، هذا هو القرآن، هذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم الذي جاءنا بما يهدينا إلى سواء السبيل. فكر أنت
وسنجد في أواخر السورة قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من إيه؟ من جنة، يعني من جنون. هنا كذلك، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. ورحم الله الإمام القرطبي، ماذا قال الإمام القرطبي عند تفسيره لهذه الجملة؟ قال: وقوله عز وجل وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، هذا على وجه الإنصاف في الحجة، كما يقول القائل لغيره: أحدنا كاذب، كما يقول القائل لمين؟ لغيره. بيتكلموا في قضية فقال له: شوف يا فلان، أحدنا كاذب، أنا قلت لك اللي عندي وهو كذا وكذا وكذا، ويبقى أحدنا كاذب. يبقى في هذه الحالة قصده يقول له إيه؟ أنا الصادق وأنت الكاذب، بل قال، لكنه قال ذلك بأسلوب إيه؟ مهذب. فالجملة قال الإمام القرطبي وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، هذا على وجه الإنصاف في الحجة، كما يقول القائل لغيره أحدنا كاذب، وهو يعلم أنه إيه؟ صادق، وهو يعلم أنه صادق وأن صاحبه كاذب. ويبقى المعنى: وما نحن وأنتم على أمر واحد، بل على أمرين متضادين، وأحد الفريقين مهتد وهو نحن، والآخر ضال وهو إيه؟ أنتم. فكذبهم بأحسن من تصريح إيه؟ التكذيب. دي إشارة أيضا إلى أن العقلاء من الناس عندما يريدون أن يظهروا الحق يستعملون الأساليب الحكيمة. شوف سيدنا إبراهيم عندما دعاه قومه إلى الخروج معهم في يوم العيد، الآيات اللي احنا سبق أن ذكرناها وفسرناها، وستأتي أيضا في سورة الصفات: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين، فنظر نظرة في النجوم اللي هم كانوا بيعبدوها فقال إني سقيم، فتولوا عنه إيه؟ مدبرين، راحوا إلى المكان اللي هم يعني يقضوا فيه اللهو واللعب والأعياد وما إلى ذلك. فماذا فعل سيدنا إبراهيم؟ فتولوا عنه مدبرين، فراح على الآلهة بتاعتهم الأصنام فقال ما لكم، مش كده برضه؟ فراغ الآلهة فقال ألا إيه تأكلون، ما لكم لا تنطقون. ثم بعد ذلك رأى ضربا بإيه؟ اليمين، مش كده برضه؟ وبعد ما حطم الأصنام وضع القدوم في عنق إيه؟ كبير الأصنام. جمهم من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن إيه؟ الظالمين. قالوا سمعنا فتى، بيقولوا البعض، يقال له إبراهيم، هو يظهر لنا، جابوه: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ أنت اللي حطمت؟ قال لهم: بل فعله كبيرهم هذا. فهو لما بيقول لهم بل فعله كبيرهم هذا قصده إيه؟ كما سبق أن قلنا قصده التهكم بهم، التهكم والاستهزاء بعقولهم. طب ما أنتم عارفين بأن أنتم كلكم ذهبتم إلى العيد وأنا واحد الذي بقيت مع هذه إيه؟ هتسألوني السؤال ده ليه؟ عاوز يقول لهم: طب ما الحائط ده اللي هو حطم الأصنام، ما انتش عارفين بأني أنا الذي بقيت وحدي. يبقى في هذه الحالة عندما قال لهم ذلك أراد أن يلفت عقولهم إلى ما هم فيه من إيه؟
من ضلال. هنا كذلك، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. وهو يعلم بأنه صادق 100%، وهم كاذبون 100%. لكن لما قال لهم بهذا الأسلوب تفكروا، يدعوهم إلى التفكر وإلى التدبر. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، أي وإنا لعلى هدى أو في ضلال مبين، وإنكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. سو أنتم تعلمون بأن الحجة معنا، لأننا نخلص العبادة لله وأنتم تجعلون العبادة لآلهة شتى. وهل قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ هل يستوي من يعبد الإله الواحد بمن يعبد آلهة شتى؟ لا. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. آية أخرى، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، ورجلا ده مثال لمن أخلص العبادة لله ولمن أشرك في العبادة مع الله آلهة أخرى. هل اكتفى القرآن بذلك؟ اكتفى بهذا الأسلوب الجميل؟ وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. وكأنه يقول لهم وأنتم تعلمون بأننا على الهدى وأنتم في ضلال مبين. لما؟ لأننا نعبد إلها واحدا وأنتم تعبدون آلهة شتى. أكثر من هذا جاءت الآية التي بعدها، قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. شوف، كلما يقرأ الإنسان من القرآن كلما يزداد علما ويزداد يقينا ويزداد فهما للقرآن الكريم ويزداد إيمانا بأن هذا القرآن من عند من؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كأن سائلا يسأل يقول يا ربي مش يكفي حجة واحدة؟ وإن أو إياكم على هدى أو في ضلال مبين، والمؤمنون على الهدى والآخرون في ضلال مبين. لكن قال المؤمنون ذلك علشان الذين على الضلال يتفكروا ويبدأوا يعيدوا النظر، إزاي ده بيقول لنا يا إما إحنا على هدى وفي ضلال أو أنتم اللي على هدى وفي ضلال مبين، فكيف هذا؟ فجاء بعد ذلك بعد هذا الأسلوب اللطيف اللي فيه التواضع بيقول له كمان هنقول لك كلمة أخرى، أنا إذا أجرمت وأذنبت أنت لا تسأل عن، لا يسألك الله عن عن ذنبي، وإنما يسألني أنا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. قل لا تسألون عما أجرمنا، يعني قل أيها الرسول الكريم لهؤلاء المشركين، قل لهم بأسلوب مهذب مؤدب حكيم، نحن إذا كنا على الباطل فلن يسألكم الله عنا بل سيحاسبنا نحن، أما أنتم فلا فلا تسألون عما أجرمنا، نحن أيضا لا نسأل عن إجرامكم، الله سبحانه وتعالى سيحاسبكم. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما كنتم تعملون. فمعنى الآية الكريمة كقوله تعالى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ألا تزر وازرة وزر أخرى. أدي معنى قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون.
أي وقل أيها الرسول الكريم للمرة الثالثة، قل لهم أيها الرسول الكريم أنتم أيها المشركون لا تسألون يوم القيامة عن إجرامنا بالنسبة لأنفسنا، إن كنا قد أجرمنا وأخطأنا في حقنا في حقها فالله هو الذي وحده يحاسبنا. أنتم كذلك إذا أجرمتم وعبدتم غير الله وسرتم في طريق الضلال فنحن كمؤمنين لن نسأل عنكم. لما؟ لأن كل إنسان يسأل عن إيه؟ ألا تزر وازرة وزر أخرى. وشبيه بهذه الآية الكريمة قوله تعالى إيه يا جماعة وإن كذبوك، الآية التي في سورة يونس، وإن كذبوك فإيه؟ فقل لي عملي ولكم عملكم، وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. ثم للمرة الرابعة يأمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم للمرة الرابعة قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. يبقى أول حاجة الجملة الكريمة لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. بعد ذلك يجمع بيننا ربنا بإيه؟ بالحق وهو الفتاح. قل يجمع بيننا ربنا أي قل لهم أيها الرسول الكريم إن الله تعالى بقدرته سيجمعنا وإياكم يوم القيامة ثم يحكم بيننا جميعا بحكمه العادل وهو الفتاح. الفتاح هنا بمعنى إيه يا أخوانا؟ الحاكم. وهو الفتاح أي الحاكم في كل أمر بالحكم الحق. ثم ختم سبحانه هذه الآيات بتوجيه رسوله إلى أن يقول لهم للمرة الخامسة، خامس مرة، قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم. أي وقل لهم أيضا أيها الرسول، قل أيها الرسول للمشركين للمرة الخامسة على سبيل إلزامهم الحجة أروني، يعني أطلعوني، أروني وأطلعوني على أصنامكم التي ألحقتموها بالله عز وجل في العبادة واتخذتموها شركاء له في الطاعة، إنها ما هي إلا أشياء لا تضر ولا تنفع. هذه معنى قل أروني الذين ألحقتم به شركاء، كما تقول للملحد أرني من الذي خلقك، من الذي أوجدك، من الذي منحك العقل. طبعا في هذه الحالة لا يملك إلا أن يقول من الذي منحني ذلك؟ هو من؟ الله عز وجل. فالقرآن بيتحداهم، طيب وأروني الشركاء اللي انتوا بتعبدوهم من دون الله، هل خلقوا السماوات؟ هل خلقوا الأرض؟ قل أروني الذين ألحقتم به شركاء، يعني قل لهم بينوا لي هل الأصنام هذه نفعت أو ضرت؟ لا، كلا، إنها لم تنفع ولم تضر، بل هو الله النافع، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم.